إلى ذلك أكد وزير الدفاع البريطاني السابق جيفري هون أن السياسة الخارجية لقطر تثير قلقا مباشرا ووجوديا لدول المنطقة وأشار الوزير البريطاني في مقال نشرته مجلة نيو البريطانية إلى أن الدوحة تتمتع بنفوذ سياسي وتجاري أكبر من حجمها إلا أن هذا النفوذ يمكن أن يتبخر في لحظة إذا اضطرت شركات وحكومات الاختيار بين الدوحة والدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب والتي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي عشرة أضعاف الناتج القطري. ورأى هون أن إيران وتركيا وروسيا قد تبقى على الحياد، لكن قطر قد تخسر أوروبا وأمريكا حيث نشرت أكثر قوتها الناعمة. وحذر هون من أن السياسة الخارجية لقطر كانت مقلقة خلال العقد الأخير، إذ دعمت كل فريق خاسر في العالم العربي، وسببت حجما كبيرا في الدمار في سوريا وليبيا ومصر واليمن، وغضت قطر الطرف عن تمويل إرهابيين. للاطاحه بانظمه